الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذه الشبهة التي أوردها المردود عليه وهو داود بن جرجيس من أهل العراق في القرن 13 الهجري، هذه الشبهة من ضمن الشبه التي يروج لها الخرافيون والمشركون في كل زمان وفي كل مكان، وهي أنهم يقولون إن توجهنا لهذا العبد الصالح لأجل أن له كرامة عند الله جل وعلا، فلأجل كرامته نسأله، لأجل كرامته نتوسل به، لأجل كرامته نستغيث به، لأجل كرامته نسترضيه حتى يشفع لنا عند الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة دخول كما ذكر الشارع، كما ذكر راد العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، هذا دخول في تصحيح كل شرك بكل عمل للمشرك به، لأن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كلهم أهل صلاح، والله جل وعلا بيّن لنا أن قوم موسى كفروا لأنهم اعتقدوا في عزير كان عبدا صالحا أنه ابن لله جل وعلا، فسألوا وطلبوا منه. وعيسى عليه السلام اعتقد فيه أنه ابن الله جل وعلا وأن أمه مريم البتول أنها لها الكرامة العالية فتسأل ويطلب منها. ولذلك النصارى الحقيقة يطلبون الآن من مريم ويطلبون من عيسى، بل يطلبون من روح القدس أيضا الذي هو جبريل، وهذا كله بنفس الشبهة أو بالشبهة نفسها أن هؤلاء أقوام صالحون وأن لهم الكرامة والمنزلة، بل هم أقانيم للإله، يعني تجسدات للإله مختلفة، يعني عيسى وروح القدس عليهم السلام، والأم مريم صديقة وعذراء برأها الله جل وعلا وأثبت كذا ورفع مقامها فهي صالحة فيطلب منها. وهذه الشبهة عند جميع المشركين، حتى الذين يشركون بالكواكب ويشركون بالأوثان بالأصنام المصورة عندهم نفس الشبهة. فالذين عبدوا الصخرة التي كان يجلس عليها الرجل الذي كان يلت السويق، لماذا عبدوا الصخرة؟ قالوا لأن هذه الصخرة تعبد فيها ذاك الرجل الصالح وكان يطعم وكان يحسن، فهذا موقع مكرم وكان يجلس فيه، فروحه لن تبارح هذا المكان وكرامته لن تنقطع عن الناس إلى آخره، فعكفوا على الصخرة ثم عكفوا على قبره. رجل كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره، وهكذا. فإذا حصول الكرامة للعبد هي إكرام من الله جل وعلا، فإكرام الله جل وعلا لعبد من عباده الصالحين من الأنبياء والرسل أو من الأولياء، إعطاء هذه الكرامات، أو عبد صالح لم يبلغ إلى مرتبة أن يكون من الأولياء، هذا إكرام من الله جل وعلا له. وهذا الإكرام لا يدل على أنه تجاوز مرتبة البشرية، بل هو منة من الله له وإعطاء ورحمة من الله جل وعلا بهذا العبد. قد تكون هذا الإكرام في الدنيا وقد يكون هذا الإكرام فيما بعد الوفاة، لكن إكرام الشخص، إكرام المعين، ليس هو إذنا بسؤاله، وإلا لدل النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال أهل أحد الذين شهد جل وعلا بأنهم أحياء، فقال بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأي كرامة فوق كرامة هؤلاء الشهداء؟ هل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو كان الصحابة يتوجهون إلى أولئك لأجل الكرامة؟ لأن هذا دين المشركين أنهم يتوصلون بما عليه حال العبد الصالح لسؤاله والطلب منه والاستغاثة به والتقرب إليه وطلب مرضاته ليشفع. وهذا أيضا راجع لطريقة عباد الكواكب، فإن الذين عبدوا الكواكب ما عبدوها إلا لأجل أنهم رأوا أن للكواكب في حد زعمهم خصائص وتأثيرات، فقالوا إن هذه التأثيرات تدل على أنها تفعل وأن لها صلة، سواء منهم من يقول إنها مدبرة من عند الله لكن الله أكرمها، أو الذين يقولون إنه فاض عليها من العقل الفاعل، فاضت عليها أنواع الأفعال فهي تؤثر على الأرض باعتبار ما فاض عليها من العقل الفاعل أو الفعال. هذا أو ذاك، كل مشرك لابد أن يتشبث بأن يقول لهذا الذي أشركت به مزية وله منزلة وله خصائص، وإلا لكان الشرك يبطله أي عقل، إذا كان ليس له شيء يأتي إلى لذلك المشرك ما يأتي إلى أي عمود ويعبد أي عمود، ما يأتي إلى أي بقعة يذهب يتبرك به، ولا يأتي إلى أي مكان أو يعمل أي صورة تبرك بها، لابد تكون الصورة مخصوصة ويكون المكان مخصوصا وهكذا. فأصل الاعتقادات في أن الله أكرم بعض الأمكنة، أكرم بعض الأشخاص، أكرم بعض المخلوقات بعض الأشياء، هو الذي سبب الشرك وجعل النفوس تتعلق بالشرك والشيطان سول لهم وأملى لهم. لهذا فشبهة هذا الرجل ليست إلا أن يقول إننا ندخل في دين المشركين والنصارى، فالباب باب واحد، فالنصارى إنما يسألون عيسى وأم عيسى عليه السلام لأجل ما لها من الكرامة، ومن عبد الصالحين فإنما يعبدهم لأجل يقول لهم كرامة ومنزلة عند الله جل وعلا. هذه الشبهة معناه لا يبقى معنى للشرك، حتى اللي يعبد الصنم يقول هذا الصنم على صورة الرجل الصالح وروحه التي هي إذا توجهنا إليها حضرت الروح فسألناها فرفعت الحاجات، كلها من التأويلات المعروفة. وأول من أدخل هذه الشبهة في المسلمين إخوان الصفا، أول من عرف عنه أنه أدخل شبهة الكرامة في التوجه إلى الموتى والصالحين، وأن كرامته بعد موته تجعل روحه تتعلق بمن سألها واستغاث بها، إخوان الصفا في رسائلهم المعروفة فعقدوا رسالة كثيرة في خصائص أرواح ومن أكرمهم الله من الموتى وكيف تأتي إلى مرقد الصالح وتسأل كذا وأنواع الكرامة وتعلق الروح إلى آخر ذلك مما أحدثوا في هذه الأمة، عليهم من الله ما يستحقون. نعم.